السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبتدي بقى في محاضرة رقم 7. المرة اللي فاتت أو المرات اللي فاتت اتكلمنا على بعض الكونسيدريشنز اللي لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنتكلم على الانسليتورز. قلنا إن في 3 حاجات: ميكانيكال كونسيدريشن والكتريكال كونسيدريشن وانفيرومنتال كونسيدريشن. قلنا مش هنتكلم على الميكانيكال كونسيدريشن، هنركز أكتر على الالكتريكال كونسيدريشن والانفيرومنتال كونسيدريشن. كنا اتكلمنا في الالكتريكال كونسيدريشن على شويه حاجات. كنا اتكلمنا على اول حاجه اسمها الدراي اند ويت باور فريكوانسي فلاش اوفر، اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، واتكلمنا على اللايتنج سويتشنج امبلس فلاش اوفر. هنكمل بقى بقيه الحاجات. عندنا حاجه بنسميها اسمها الباور فريكوانسي بوليوشن فلاش اوفر، نتكلم عليها النهارده. واذر الكتريكال كونسيدريشنز هنتكلم على شويه 9 حاجات، هنتكلم على 5 منهم المره دي، 5 منهم المره دي، و4 حاجات المره الجايه. هنتكلم في المحاضرة دي عن الريسك اوف بانكشر كورونا، الريزيستنس تو باور ارك دامج، هنتكلم عن السنو والايس فلاش اوفر، وهنتكلم عن الانستنتينيوس او الرابيد كوندكتيف فوج فلاش اوفر. تمام، نبتدي اول جزء النهارده اللي هو الجزء الاولاني اللي هو الباور فريكونسي بوليوشن فلاش اوفر. المقصود بكلمة باور فريكونسي بوليوشن فلاش اوفر، واحنا بنقول والله السطح بتاع الكوندكتور بتاعنا هيبتدي يتكون عليه على السطح بتاعه طبقة موصلة. الطبقة دي هتتكون نتيجة ايه؟ نتيجة تكون الدست بارتكلز، نتيجة تكون الأتربة على السطح. السطح الأتربة دي عمالة تتكون على السطح، تتكون على السطح، وبعد كده مثلا وليكن حصل مطرة أو في الشتاء في شبورة، فبدأت الدست بارتكلز دي تختلط بالمية أو تختلط بمية المطر يعني، فبدأ يتكون على السطح بتاعي إلكتروليت أو كوندكتنج إلكتروليت يعني على السطح. فبالتالي وجود الطبقة ديت هتأثر في الآخر على الإيه؟ الباور فريكونسي وذ ستاند فلاش أوفر اللي ممكن يحصل عليه، اللي ممكن يحصل على السطح بتاع العزل بتاعي. تمام، فبالتالي هيحصل عند، ممكن يحصل عند طبعا عند الإيه؟ عند النورمال فولتج. تمام، فهو ده المقصود بكلمة باور فريكونسي بوليوشن فلاش أوفر. يعني المقصود بكلمة باور فريكونسي بوليوشن فلاش أوفر، بنقول والله البوليوشن معناه إنه تكون طبقة على السطح بتاعنا من الدست بارتكلز كونت على السطح، والطبقة ديت بدأ يحصل مطرة أو بدأ يحصل شبورة فوق أو يحصل أي حاجة، بدأت الطبقة ديت تختلط بالمية، فبدأ يتكون كونتاكتنج لايرز على السطح بتاعك. وتصبح الطبقة ديت المقاومة بتاعتها بتقل، أو نتيجة وجود الطبقة الموصلة ديت في مقاومتها تكون قليلة، فابتدي يبتدي يحصل يمشي فيها إيه؟ يمشي فيها تيار ليكج كارنت. تمام، أو يحصل فلاش أوفر على السطح بتاعك. تمام، عادة البوليوشن ده بيتأثر أكتر بالباور فريكونسي، ما بتأثرش باللايتنج والإمباس، لأن اللايتنج سويتشنج، اللايتنج سويتشنج ما بيحصلش يعني على طول، ولما بيحصل بيبقى الوقت بتاعه صغير جدا. فوجود الطبقة اللي على السطح دي بتتكون بعد وقت، عادة بتتكون بعد وقت طويل، يعني إنك يبتدي يتكون طبقة على السطح بتاعك من الأتربة، وبعد كده يجي أي مطرة، فالمطرة ديت مع الطبقة دي اللي موجودة من الدست بارتيكلز ديت تبتدي تتكون طبقة موصلة على السطح بتاعك. تمام، فبيبقى مهم اكتر بالنسبه للبوليوشن ان احنا نتكلم على الباور فريكوانسي. الباور فريكوانسي مقصود ان هو ال 50 هرتز بتاعك اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو عند النورمال فولتج بتاعك اللي هو ال 50 هرتز يبتدي ممكن يحصل ايه؟ نتيجه وجود الطبقه اللي على السطح الموصله على السطح ديت نتيجه البوليوشن يبتدي يحصل فلاش اوفر على السطح بتاعك. يبقى الفلاش اوفر اللي حصل هنا حصل نتيجه الايه؟ الباور فريكوانسي. طيب، في الباور فريكونسي بوليوشن فلاش اوفر هنتكلم على شويه حاجات، ازاي البوليوشن فلاش اوفر بروسيس دي بتحصل، وهنتكلم على الليكج كارنت ازاي نحسبه، والسيرفيس ريزيستنس ازاي نحسبها اللي هي الطبقه اللي بتكون على السطح ده ازاي نحسب الريزيستنس بتاعتها، وهنتكلم على السبيسيفيك كليبج ديستانس كونسيدريشن، وهنتكلم عن حاجه اسمها البروفايل كونسيدريشن اللي هو شكل الايه؟ الديزاين او الفيزيكال ديزاين بتاع مين؟ بتاع العزل بتاعك من بره، شكله بيأثر ازاي على الايه؟ على الباور فريكونسي بوليوشن فلاش اوفر. تمام، نبتدي اول حاجه ازاي البوليوشن فلاش اوفر بروسيس دي بتحصل. طبعا احنا عندنا عاده زي ما قلنا كده، عندنا الماتيريالز اللي بنستخدمها في الانسليتور يا اما سيراميك وجلاس يا اما البوليمرز زي السيليكون رابرز. طبعا السيراميك وجلاس بنسميهم هيدروفيليك. يعني ايه هيدروفيليك؟ يعني بيحبوا الميه، يعني لما بيسقط عليهم ميه على السطح بيبتدي الميه المايه بتبتدي تعمل طبقه موصله او خط موصل على السطح، كوندكتنج فيلم على السطح، بخلاف الهيدروفوبيك ماتيريال زي السيليكون رابر اللي بيحصل لما بتنزل عليه مايه بتبتدي المايه دي بتعمل ايه؟ دروبلت، بتبتدي تعمل كده زي قطرات مايه على السطح، قور مايه، بتبقى القور المايه دي بعيده عن بعضها،
لان السيليكون رابر بطبيعته بيخاف من الميه بخلاف الجلاس والسيراميك بيحبوا الميه. تمام، عشان كده دايما بنخلي طبقه السيراميك وطبقه الجلاس من بره حاجه بنسميها اسمها جلاس. جلاس دي يعني تبقى طبقه لامعه كده او مرنه كده، بحيث ان الايه الميه لما تنزل على السطح بتاعك تبتدي تتحرك على السطح وتبتدي تسقط من على سطح العازل عن طريق الشد من بره. من الشد من بره كده تبتدي الميه دي تبعد، او لو المطر قام ولا حاجه، لو في مطره موجوده يبتدي المطر دي تسقط على السطح، يبتدي يتكون مسار فيلم كده موصل لحد ما يوصل عند الشد من بره كده، يبتدي الميه دي ايه تسقط بعيد عن مين؟ عن العازل. عشان كده دايما لازم نخلي سطح السيراميك والجلاس دايما جلاس، نسميه جلاس لامع كده، بحيث او مرد او فليكس او زي ما بيقول يعني بيكون السطح ده املس تماما، بحيث ان هو يكون لما المايه تسقط على السطح بتاعه او المطره تسقط على السطح بتاع الانسليتورز تبتدي المايه دي تنزل بعيد عن مين؟ تنزل تتحرك لحد ما تنزل بعيد عن مين؟ عن سطح الانسليتورز. تمام، بخلاف السيليكون رابرز او الهيدروفوبيك ماتيريالز المايه بتسقط على شكل قطرات، القطرات دي بتبقى بعيد عن بعضها، وبالتالي لما القطرات دي تبقى بعيدة عن بعضها ما بالتالي ما بيبقاش فيه كوندكتنج فيلم، ما بيبقاش فيه مسار موصل، لأن قطرات المايه ديت بتتجمع على شكل كرات ميه كده على السطح، فبالتالي تكوين المسار الموصل ده بيبقى صعب جدا في حالة مين؟ الهيدروفوبيك ماتيريالز. عشان كده بتفضل دايما المواد الماتيريالز ديت في الأماكن اللي فيها بلوشن أو فيها مثلا مطر كتير ولا حاجة. خلاص؟ طيب هنبتدي عملية البلوشن فلاش اوفر. الفلاش اوفر اللي هيحصل نتيجة البلوشن ده هيحصل ازاي والعملية هتحصل ازاي؟ أول ستيب عندنا إن يكون عندك طبقة على السطح بتاعك، الطبقة ديت طبقة مكونة من الأتربة أو من داست بارتيكلز أو مكونة من حاجة اسمها سولابل سالتس أو طبقة موجودة من الأسيد أو الكلايز، الأحماض أو الكلايات موجودة على السطح بتاعك. تمام، دي أول خطوة اللي هي الخطوة رقم إيه. الخطوة رقم بي هتبتدي زي ما قلنا كده يبقى في مطرة أو فوج أو موجود جليد بيسقط فسقط على السطح بتاعك، فابتدي تختلط داست بارتيكلز او سولوبل سالتس او الاسيدز او الالكلايز ديت، وبدا يتكون طبقه موصله على السطح بتاعك. يبقى الطبقه رقم 2 ان هو يبتدي يبقى في موجود رين او فوج او سالت زي ما مكتوب هنا كده، موجود فوج او لايت رين او ميلتنج سنو. الطبقه دي كنت مع الطبقه مع داست بارتيكلز او سولوبل سالتس او الاسيدز او الالكلايز اللي موجوده على السطح بتاعتك اللي هي الدراء اللي هي السوليد ديت، وبدا يتكون طبقه موصله على السطح. ممكن يحصل يكون عندك موجود هيفي رين، يعني يكون موجود ميه بتساقط مطر بشكل كبير جدا، بحيث ان هو ممكن ده يكون ميزه او عيب. يعني ممكن يكون ميزه بحيث ان هو يبتدي يغسل سطح العزل بتاعك، فبالتالي يمنع عمليه حصول فلاش اوفر ويبتدي يبقى عمل كده عمليه غسل. او ممكن ان هو الهيفي رين ده يخلي الطبقه اللي هي الكوندكتنج باس اللي هي موجوده على سطح العزل بتاعك تتكون بسرعه. يعني ممكن يحصل كده او ممكن يحصل كده، الليفرين ده يغسل السطح العازل كانك بتغسله بالظبط، وبالتالي مش هيحصل فلاش اوفر. او ممكن يحصل العكس، يساعد بسرعه على وجود الكوندكتنج لاير ديت اللي موجوده على السطح العزل بتاعك. تمام، احيانا ممكن ما نمرش بالخطوه دي، الخطوه رقم بي اللي هو بيقول لك ايه، لو حصل مثلا انت في منطقه زي ما قلنا كده قريب من سطح البحر، فبالتالي بيتكون على سطح الكوندكتور بتاعك باستمرار حاجه اسمها السالت سبراي، اللي هي الميه بتيجي اللي هي لو لما بيحصل موجه الميه اللي بتبقى في نهايه الموجه ديت بتبتدي املاح كده، بتتكون املاح تعتبر املاح ميه مالحه، يعني بتتكون على السطح او رذاذ الملح زي ما بيقولوا السالت سبراي، بيتكون على سطح الكوندكتور او على سطح العزل بتاعك، فبالتالي بيبتدي يعمل هو اوتوماتيك مسار موصل دايركت، ما بحتاجش بقى ان يبقى في داست بارتيكلز وبعد كده يتكون ريل، لا هو بيبقى دايركت، بيبقى يعتبر ليكويد بالنسبه لي سالت سبراي، مية مالحة موجودة على سطح العزل بتاعك، فما بمرش بالخطوة رقم بي، مش مستني وجود مطرة أو فوج أو الكلام ده. تمام، يبقى خطوة رقم 1 و2 دول اللي هما بيقول والله الطبقة اللي هي الالكتروليت الليكويد الكتروليت ده اللي هو يتكون على الإيه؟ على السطح بتاع الكوندكتور. لما يبتدي يتكون السطح ده بالتالي هتبقى مقاومة السطح بتاع العزل بتاعك تعتبر بالنسبة لك قليلة. تمام، وبالتالي هيبتدي يحصل إيه؟ هيبتدي يمشي سيرفيس ليكج كارب. السيرف ليكج كارنت ده يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن الجهد اللي موجود على العزل بتاعك اللي هو الفيس تو ايرث مقسوم على الايه؟ السيرفيس ريزيستنس، طبقه السيرفيس ريزيستنس اللي اتكونت على مين؟ على السطح. تمام؟ اول ما يبتدي ليكج كارنت ده يمشي على السطح بتاعك في الطبقه اللي هي اللي اتكونت ديت الموصله اللي اتكونت على السطح، يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يسخن الايه؟ الطبقه دي. والطبقه دي هتبتدي تسخن، طبقه الطبقه ديت عباره عن ميه ودست بارتيكلز، فهتبتدي تسخن. لما تبتدي تسخن يبتدي يحصل ايه؟
يبتدي المايه دي يبتدي يحصل دراي اوت، يبتدي المايه دي يحصل لها دراي، فيبتدي اجزاء من على سطح العازل بتاعك او على الطبقه الموصله للكونت على سطح العازل تبتدي تتكون تبقى دراي. معنى ان هي دراي معناه ان هي نشفت، معناه ان هي ايه رجعت لحالتها الطبيعيه، ما عادتش طبقه موصله. فلما تكون الطبقه الدراي ده يبتدي الايه، يبتدي كانك بالظبط كده كان في طبقه موصله وبعد كده بقت دراي، كان في سيركت بريكر وفتحه، بس السيركت بريكر المسافه ما بين الحته الدراي اللي قطعت ديت دي بتتكون نان يونيفورم على سطح العزل، ممكن تبقى في حته فوق حته تحت حته هكذا. فابتدي اول ما يتكون الطبق الدراي ده يبتدي التيار يقطع، لما التيار يحصل له انتربشن يبتدي ايه، يبتدي زي ما بيحصل في السيركت بريكر كده يحصل حاجه اسمها ريسترايكنج فولتج على الجزء ده، او يبتدي يتكون دلوقتي فرق جهد ما بين اول العزل لحد اخره اللي هو الفيس تو ايرث، في جزء منه هيبقى على الطبقه اللي لسه هي موصله اللي هي لسه ما حصلهاش دراي، والجزء الثاني على الطبقه الجزء اللي هو حصل له دراي. فيبتدي الجزء الصغير اللي حصل له دراي ده يبتدي يحصل ايه، يبتدي يحصل سبارك او ارك في الهواء، طبقه الهواء الملامسه لسطح العازل يبتدي يحصل نتيجه ان الجهد على الجزء ده كبير، لان كل جزء تقريبا هيبقى على الجزء ده، لان بقيه السطح هيحصل عليه وسطح موصل هيبقى عليه جزء من فرق الجهد اللي هو الفيس ويرس، فيبتدي يتكون جهد على الطبقه ديت، فالطبقه اللي الدراي دي يبتدي يحصل بريك داون للهواء نتيجه وجود فرق جهد عليها في جزء الدراي، يبتدي يحصل ايه، يبتدي يحصل ارك، مع وجود الارك ده يبتدي يحصل دراي اكتر للمناطق التانية، يبتدي الكلام ده يبتدي يفضل يزيد، المناطق الدراي يبتدي تفضل تزيد تفضل تزيد، والمناطق الدراي دي تبتدي تحصل عليها الطبقه الملامسه اللي هي بتاع الهواء بتبتدي يحصل لها بريك داون، لحد ما يحصل في الاخر ايه، لحد ما يحصل في الاخر السطح العازل كله يبقى دراي، وممكن يحصل ايه، يحصل فلاش اوفر او يبتدي يحصل بريك داون لطبقه الهواء اللي حوالين مين، طبقة الهواء اللي حوالين الكوندكتور، يبتدي يحصل اللي حوالين العزل يبتدي يحصل عليها ايه، يبتدي يحصل عليها سبارك او ارك. لو حبينا نشوف الشكل، هو الشكل ده يعني الطبقة اللي هي الجزء ده كده، ده جزء دراي، الجزء ده اللي ده، الجزء اللي هنا ده اللي منور ده، ده الدراي، ده الجزء اللي ايه اللي لسه ما حصلوش دراي فبيمشي في تيار فمش باين قدامي لانه يمشي في الطبقة الموصلة نفسها، انما الجزء ده حصل فيه ايه، حصل في الجزء ده سبارك او ارك حوالين المادة العازلة نفسها، هنا دراي هنا وهكذا، لحد ما يبتدي الجزء الليكج كارنت اللي ماشي هنا في الجزء اللي هو لسه ما حصلوش دراي ده اللي هو لسه ويت ده يبتدي يحصل له دراي، لحد ما سطح العزل يبتدي يحصل له ايه، يحصل بالمنظر اللي قدامك كده كومبليت فلاش اوفر كده على مين، على السطح بتاعك. يبقى تاني وجود طبقة موصلة على السطح هيبتدي يمشي ليكج كارنت، الليكج كارنت هيبتدي يعمل دراي لبعض المناطق، المناطق دي يحصل لها دراي، انت طبعا عندك فرق جهد من هنا لهنا الفيس تو ايرث، فبالتالي الجزء اللي هو موصل ده، الجزء اللي هو موصل ده ده يتكون عليه على حسب قيمة الليكج كارنت فمقاومته اللي هي مقاومة صغيرة، فيبتدي يحصل جزء من الجهد يبقى موجود هنا، جزء يتوزع يعني، وجزء من الجهد موجود على الطبقة الدراي، جزء من الجهد اللي موجود على الطبقة الدراي هيقدر يعمل بريك داون للهواء اللي حوالين العزل، يبتدي يعمل له بريك داون، فيبتدي يحصل هنا ايه؟ سبارك او ارك. تمام، وصلنا حصل سبارك او ارك يبقى مقاومه ظروف الهواء، فمعظم فرق الجهد هيبقى موجود على مين، على الطبقه بتاعه الليكج ديت، فيبتدي التيار بتاعك نتيجه ان ده حصل له سبارك او ارك يبتدي فين بقى المقاومه، المقاومه هتبقى طبعا ده السبارك او ارك مقاومته تقريبا زيرو، فيفضل الجزء ده ليه مقاومه والجزء ده ليه مقاومه والجزء ده ليه مقاومه، المقاومه الاول كانت السطح كله، دلوقتي المقاومه بتبقى عباره عن اجزاء من السطح، فبالتالي يبتدي الليكج كارنت بتاعك يبتدي ايه، يبتدي يزيد، يبتدي يعمل دراي اكتر لمنطقه تانية، يعمل دراي للمنطقه دي، فبالتالي يبتدي يحصل في الحته دي كلها ارك، ويبتدي الجزء ده كده يفضل عند الجزء ده اللي هو لسه ويت والجزء ده اللي هو لسه ويت، يبتدي دول دي تعتبر المقاومه بتاعت السطح، فيبتدي التيار يفضل يزيد لحد ما يعمل خلاص كل المناطق بالنسبه لي تتحول من ويت لدراي، وبالتالي يبتدي يحصل ايه، كومبليت فلاش اوفر على مين، على السطح بتاعك. يبقى هي دي كده الستبس بتاعت الايه، الفلاش اوفر اللي هيحصل نتيجة البلوشن. تمام، يبقى دي الستيب رقم اتنين، ان هو وجود المطرة مع او وجود الجليد او التلج او وجود فوج ولا حاجة مع الاتربة والكلام دوت، هتبتدي تكون لي طبقة ليكويد الكتروليت او كوندكتنج لاير على السطح بتاعك، يبتدي الليكج كارنت يبتدي يمشي، الليكج كارنت ده بتعمل ايه، دراي اوت لبعض الايه، المناطق اللي على السطح، البلوشن لاير اللي موجودة على سطح العزل، بعد كده الدراينج ده بيبقى نان يونيفورم،
وبالتالي الـ conducting pollution layer become broken by dry bands and that interrupt the flow of leakage current. بقى يبقى تكون منطقة dry bands. dry bands دي هتعمل interruption لمين؟ leakage current. طبعا بما ان العازل عليه line to earth voltage، فبالتالي الجزء اللي هو الموصل لو هو لسه ويت هيبقى فارق الجهد عليه قليل، فتقريبا كل الجهد هيبقى على الدراي باند. فالدراي باند ديت هيبتدي يحصل للهواء الملامس للمنطقه اللي هي الدراي دي، يبتدي يحصل بريك داون، تمام. والبريك داون ده هيحصل وبالتالي يبتدي يحصل ارك. الارك ده هيبقى ان سيريز مع مين؟ مع الريزيستنس، مع الجزء اللي هو الاندرايد اللي هو الجزء الويت. طبعا الجزء الويت دلوقتي اللي هو الويت بدا يقل، معناه ان السيرفيس ريزيستنس بدات تقل، فده معناه ايه؟ ان الليكج كارنت هيبتدي ايه؟ يبتدي يقل معايا مع الوقت، تمام، لحد ما يبتدي الدراي باند ده تزيد 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 والتيار يبتدي يعلى لحد ما يحصل في الاخر ايه؟ لحد ما يبتدي يحصل في الاخر ايه؟ يبتدي يحصل عملية ايه؟ يبتدي يحصل عملية فلاش اوفر، كومبليت فلاش اوفر، زي ما حصل هنا كده على السطح اللي على السطح بتاعي، خلاص. ده بالنسبة للعملية الأولية البلوشن فلاش اوفر بروسيس. بعد ما اتكلمنا على البروسيس بتاع البلوشن فلاش اوفر، هنبتدي نتكلم على ليكج كارنت امبليتيود والسيرفيس ريزيستنس. بنقول والله ان احتماليه، طبعا هيبتدي زي ما قلنا بيبتدي يتكون الاول ليكج كارنت، بتبتدي يمشي على السطح، فبين الفاليو اللي عندها الليكج كارنت لو وصل لفاليو معينه بعدها بنقول والله احتمال انه ممكن يحصل فلاش اوفر، بروبابيلتي بتاعتها بتبقى عاليه جدا. بنقول والله الطيار لو وصل للفاليو دي، الفاليو اللي هي بتساوي اي ماكسيمم بتساوي اس اس دي على 15 منتدى 2 الكل سكوير. الاس اس دي بنسميها السبيسيفيك كريبج ديستانس، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن ال سي دي اللي هي التوتال كريبج ديستانس مقسوم على الايه؟ على الماكسيمم ار ام اس فيس تو فيس فولتج، او الهايست ار ام اس فيس تو فيس فولتج. يعني الفيس الماكسيمم ار ام اس فيس تو فيس فولتج، يعني على سبيل المثال دايما بيبقى عندنا الجهد بلس اور ماينس 10%. يعني على سبيل المثال في مصر مثلا جهد 66، لو زودنا عليه بلس 10% ده النورمال فولتج، هيوصل ل 72 كيلو. نفس الكلام ال 220 بيبقى الماكسيموم بتاعه الار ام اس فاليو بتبقى 245 بلس 10%. ال 500 مثلا بتبقى 550، ال 11 بتبقى تقريبا كام؟ 12، تمام. فده بنسميه الماكسيموم ار ام اس فيس تو فيس فولتج او لاين تو لاين فولتج، وال ال سي دي كريبج ديستانس، تمام، او توتال كريبج ديستانس. يبقى السبيسيفيك كريبج ديستانس بتبقى عباره عن ملي متر لكل ايه؟ لكل كيلو فولت، تمام. يبقى التيار لو وصل للفاليو دي الليكج كارنت ده معناه احتماليه حدوث الفلاش اوفر عاليه، خلاص. طيب بالنسبه للسيرفيس ريزيستنس احسبها ازاي؟ بالنسبه للسيرفيس ريزيستنس بنحسبها عن طريق المعادله المشهوره الار بتساوي رو في ال اريا، والرو دي الفوليوم ريزيستيفيتي، وال دي اللينس، وال اي دي الاريا. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده على السطح بتاعنا، هنقول والله ان عندنا في طبقه على السطح بتاعنا كده، الطبقه اللي هي دي اللي هي السكنس بتاعها نسميه اتش بوليوشن، تمام. الطبقه دي اتكونت طبقه يونيفورم اتكونت على السطح، هيبقى ليها ريزستيفيتي رو بوليوشن، تمام. وابتدي التيار بيمشي فين؟ بيمشي في الاتجاه ده كده، اللي هو هيمشي في اللينس ال، تمام، او اللي هو التوتال كيلوميتر ديستانس بتاعك اللي هو ال ال، تمام، اللي هو ال. لو انا قطعت كده في اي جزء من العزل، الجزء ده كده بصيت من فوق هبص الاقي الشكل ده كده، الاير اللي عموديه على السطح اللي هو السكنس ده مضروب في المحيط، يبقى الايريا بتاعتنا عبارة عن الاتش بول في الباي في الدي عند البوزيشن ال. هنسمي البوزيشن ده بوزيشن ال، طبعا عند اي بوزيشن الديامتر بتاعك ده هيختلف، يعني عند الجزء ده عند كل نقطة من الجزء ده اللي هو الشد ده هيبتدي الدي وفي ال دي هتختلف. ولو احنا قطعنا هنا هنقول الدي عند البوزيشن ال اللي هو الديامتر مضروب في الباي في الاتش، ده يديني الايريا العمودية على التيار، والدي اللي بتاعنا اللي هو التيار ماشي كده هيمشي لحد جوه اللي هو ماشي فيه بالمنظر ده من صفر لحد ايه؟ لحد ايه؟ فلو خدت الجزء زي ما خدنا كده اللي هو الجزء دي ال، هنبتدي والله الدي ار بوليوشن بتساوي الار رو بوليوشن في الدي ال على الاريا بتاع البوليوشن ده. فطبعا الاي بوليوشن هتساوي الاتش بوليوشن مضروبه في الباي زي ما قلنا في الدي اوف ال عند بوزيشن ال، وهنكمل والدي ال هنكملها من زيرو ال، وعندنا الروبوليوشن بنقول ضمن الطبقة دي يونيفورم، هنطلع الروبوليوشن بره، والاتش بوليوشن دي الطبقة ديت السكنس بتاعها ثابت يعني على طول على طول السطح بتاع العزل، تمام، فهنطلعهم بره وهنكمل من صفر ال الباي في الدي اوف ال في الدي ال. لو انا قلت والله ان السيجما اللي هي الكوندكتيفيتي واحد على رو بوليوشن، تمام، اقول لو حبيت اجيب السيرفيس كوندكتيفيتي هضرب السيجما ديت
اللي هي الفوليوم ريزيستيفيتي، الفوليوم كوندكتيفيتي مضروبه في الاتش وول، في الاتش بوليوشن يعني، هنسمي دي اللي هي السيرفيس بتاعتنا او السيرفيس كوندكتيفيتي. طبعا الكوندكتيفيتي بيبقى مايكرو سيمنز بالمليمتر، السيرفيس بما ان ضربناها في الاتش بوليوشن هتبقى بالعباره بالمايكرو سيمنز. السيمنز طبعا اللي هو مقلوب مين؟ مقلوب الوم. الجزء ده كده اللي هو تكامل من زيرو ل ال في الدي ال على الواي في الدي باي في دي عند بوزيشن ال، ده بنسميه الفورم فاكتور بتاع الانسليتورز. طبعا روبول على اتش وول ديت دي عباره عن السيجما اس او السيرفيس كوندكتيفيتي يعني. ففي الاخر الريزيستنس بتاعتنا اللي هي السيرفيس ريزيستنس نتيجه البوليوشن هتساوي الفورم فاكتور اف على السيرفيس كوندكتيفيتي بتاعت البوليوشن لاين. تمام، ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لايه؟ للسيرفيس ريزيستنس بتاعت نتيجه البوليوشن. طيب لو طبعا زي ما قلنا لو ليك جي كارنت زاد لوصل لقيمه معينه او البوليوشن ريزيستنس بتاعتك قلت لقيمه معينه ابتدي يحصل ايه؟ احتمال الفلاش اوفر البروسيس بتزيد. فبنحسب عند الفاليو لما يكون السيرفيس ريزيستنس تقل لقيمه معينه كريتيكال لو فاليو، بنحسب حاجه اسمها الكريتيكال فلاش اوفر فولتج اوف انسليتورز، ده برضه اكسبيرمنتال بنسبة للفي سي بتساوي كونستانت كي 1 في 10 اس ماينس 3 في الار سي اللي هي الكريتيكال سيرفيس ريزيستنس، في 10 اس 6 على ال ال سي دي اللي هي توتال كليفج ديستانس، في كل ده اس كي 2 في ال ال سي دي، كي 1 7.6 وكي 2 5. يبقى انا لو عندي الار سي الكريتيكال ريزيستنس ديت اقدر احسب منها مين؟ كريتيكال فلاش اوفر، او لو انا عندي لو انا عاوز احسب الفاليو بتاع الكريتيكال فلاش اوفر الفاليو اللي هو ممكن يحصل عندها فلاش اوفر، واحسب السيرفيس ريزيستنس هتكون كام، بحيث ان انا احسب السيرفيس ريزيستنس بتاعتي هتكون كام او هتقل الفاليو كام، او لو هي قيمتها توصل لكام، بحيث ان احتمال ان انا كده وصلت للفاليو بتاع الكريتيكال فلاش اوفر، يعني احتمال الفلاش اوفر بتاعك ممكن ايه، احتمال الفلاش اوفر بتاعك في الحاله ديت هيبتدي يزيد. تمام، لان الريزيستنس قلت لقيمه معينه وبالتالي الكيجي كارنت الكيجي كارنت بتاعك بيبتدي يزيد لحد ما خلاص احتماليه حدوث الفلاش اوفر بالنسبه لي كده هتبقى ايه؟ احتماليه كبيره يعني. يبقى انا ممكن احسب الكريتيكال فلاش اوفر من الكريتيكال سيرفيس ريزيستنس، او احسب الكريتيكال سيرفيس ريزيستنس من مين؟ من خلال الفاليو بتاعت اللي هتبقى بالنسبه لي كريتيكال من الكريتيكال فلاش اوفر. تمام، يعني كل سطح العزل بتاعي بيبقى ليه كريتيكال فلاش اوفر فولتج، فبالتالي اقدر احسب منها مين؟ اقول والله ان الريزيستنس بتاعتي لو نزلت للكريتيكال فاليو دي انا هقدر احسبها من الكريتيكال فلاش اوفر، ساعتها احتمال الفلاش اوفر بتاعك ايه؟ تقريبا احتمال الفلاش اوفر بتاعك في الحاله ديت بيكون عالي جدا. خلاص، يبقى سواء اديتك دي او اديتك دي تقدر تحسب دي من دي، كريتيكال فلاش اوفر تقدر تحسبها من الـ من سيرفيس ريزيستنس كريتيكال سيرفيس ريزيستنس، او تقدر تحسب الكريتيكال سيرفيس ريزيستنس من مين؟ من الكريتيكال فلاش اوفر فاليو. تمام، خلي بالك كده الفي سي ده كيلو فولت بيك، يعني الار ام اس مضروبه في جذر دي جذر 2، والار سي هنا بالميجا اوم في المعادله دي. طيب نتكلم على رقم 3، يبقى احنا اتكلمنا كده على الايه؟ على الليكج كارنت والسيرفيس ريزيستنس. رقم 3 اللي هو الايه؟ بالنسبه لنا اللي هو الكليفج ديستنس. طبعا واضح جدا ان من المعادله ان الار بتساوي رو في ال ال على الاريا، ال ال دي اللي هو الكليبج ديستانس، ان السيرفيس ريزيستنس بتعتمد على الكليبج ديستانس، فكل ما تكبر الكليبج ديستانس كل ما السيرفيس ريزيستنس هيزيد، فاحتمال حدوث الفلاش اوفر بتاعك هيقل، او احتمال مرور الليكج كارنت يوصل للماكسيمم فاليو اللي احنا بنتكلم عليها هيقل. تمام، فبالتالي واضح جدا ان الكليبج ديستانس بتاثر على مين؟ على سيرفيس ريزيستنس، او بتاثر على عمليه البلوشن فلاش اوفر بروسيس. تمام، عمليه البلوشن فلاش اوفر. تمام، طيب عندنا ده الجدول ده بيدينا الريكومنديشن بتاعه الكيرج ديستانس على حسب البلوشن سيفيريتي كلاس، يعني لو البلوشن بتاعنا هنا لايت خفيف بيحصل بلوشن للطبقه بيحصل طبقه الكون طبعا بس بشكل خفيف، يعني نقول والله ان السبيسيفيك كليبج ديستانس اللي هي مليمتر كل كيلو فولت 16 مليمتر كل كيلو فولت. لو ضربت الكلام ده في جذر 3 هيديك 28، لو انت عاوز تحسبها بالنسبه للفيستو جراوند، يعني تضرب الفاليو دي في الفيستو في اللاين تو لاين فاليو، او تضرب الفاليو دي في اللاين تو لاين فاليو على جذر 3. ف 28 عباره عن جذر 3 في 16، كذلك 35 على جذر 3 في 20، وهكذا. في حاله الدي سي هيكون السبيسيفيك كليبج ديستانس
20 مليمتر كل كيلو فولت، وهكذا عند كل طبقة، كل على حسب الكلاس بتاع البوليوشن. لو هيفي أو فيري هيفي بوليوشن ساعتها الفاليو دي بتوصل لكام؟ ل 54 مليمتر كل كيلو فولت. طبعا هيزيد الكريبج ديستانس مع زيادة مين؟ مع زيادة احتمال لوجود البوليوشن. طبعا فيري هيفي هيكون أعلى إيه؟ هيكون أعلى حاجة، هو عادة بيبقى 31 مليمتر كيلو كيلو فولت. عادة بنعرفها، المشهور يعني إحنا بنعرفها الفيس تو فيس. 31 مليمتر لكل كيلو فولت دي رقم مشهور جدا يعني، ليه؟ للسبيسيفيك كريبج ديستانس خلاص، وال 25 مرة ده بيدينا الريكومنديشن بتاع الايه؟ السبيسيفيك كريبج ديستانس لكل ايه؟ لكل كلاس من البلوشن. طبعا الجدول ده ايه؟ ما تحفظوش خلاص. ده اكزامبل بقى، اكزامبل بسيط كده. انا والله عندي سيستم 132 كيلو فولت، وابتدي عندي عامل، هعمل عازل كده من حاجه اسمها الكاب اند بن اللي احنا خدناها قبل كده، الكاب اند بن ديسك انسليتورز. يبقى عندي كذا ديسك اهو، اوصلهم ببعض كده عشان اعمل ايه؟ العازل على بعد 132 كيلو فولت. تمام. طبعا السيستم هايست فولتج ال 130، فالسيستم هايست فولتج اللي هو الماكسيمم تو ماك، الماكسيمم ار ام اس لاين تو لاين فاليو هيساوي كام؟ 145، اللي هو تقريبا الرقم ده مضروب في كام؟ 1.1 اللي هو 10% زياده، فهو 145 كيلو فولت. الويت باور فريكونسي وستاند فولتج يعني الكون، لو تكون طبق على السطح عازل كده، فالويت باور فريكونسي وستاند فولتج بتاعه 275 كيلو فولت، واللايتنج امبلس وستاند فولتج اللي هيستحمله 650 كيلو فولت. تمام، اللي هو الطبق اللي هيتكون على السطح بتاعنا هنا كده. تمام، بيقول لك والله الديسك سبيسنج، يعني الديسك سبيسنج يعني المسافه، لو انا خدت نفس النقطه من النقطه هنا للنقطه هنا دي بنسميها ديسك سبيسنج، اللي هي كام؟ 146 مللي. طيب والاركنج ديستنس اللي هي الايه؟ بالديسك الاركنج ديستنس يعني المسافة من هنا كده لحد ما توصل لايه؟ لاخر نقطة هنا كده، النقطة الموصلة على السطح على جوه العزل من جوه، يعني من هنا كده كل دي لحد جوه هنا كده، دي بنسميها الايه؟ الاركنج ديستنس للديسك ده. خلاص، الكريبج ديستنس للديسك نفسه اللي هي الطبقة الايه؟ لو مشينا كده ولو في جوه هنا ريبس كده، يعني في حاجات جوه معمولة، فالكريبج ديستنس زي ما قلنا كده لحد برضو من هنا كده، نفضل نمشي لو في طبقات جوه موجوده كده نمشي جواها لحد ما نوصل لايه؟ الطبقه الطرف المصري الثاني من الديسك دي 295 مللي. خلاص. طيب بيقول لك احسب لي بقى انت تقدر تستخدم ديسك قد ايه. طيب احنا لو رحنا للجدول الرسمه دي زي ما خدنا المره اللي فاتت الرسمه دي، لو انا عاوز اركنج ديستنس عاوز استحمل 275 وات، 275 وات يعني هنيجي عند ال 250 فوق ال 250 هنا كده، ونيجي كده عند ال 275، فنلاقي تقريبا كده حوالي 1200 مللي. 1200 ايه؟ 1200 مليمتر. طيب في حالة اللايتنينج، اللايتنينج قلنا 650 عشان نستحمل 650، 650 كيلو، 650 كيلو، يبقى انا هاجي هنا كده فوق ال 500، انا هاجي عند الفاليو دي هلاقيني تقريبا كده عند ال 1100 زي ما انا كاتب كده هنا كده. فتقريبا عشان استحمل ويت باور فريكونسي محتاج اركنج ديستانس 1200 مللي، او لو انا عاوز لايتنج امبلس احتاج 1000 مللي. فمن وجه الكبير اللي هو كام؟ لازم انا استحمل، لازم الاركنج ديستانس تكون 1200 مللي عشان اقدر استحمل الايه؟ عشان اقدر استحمل ويت باور فريكونسي ستاند فولتج. تمام، الديزاين بتاعي عشان احقق 275 لازم انا اجيب الاركنج ديستانس كام؟ ب 1200 مللي. طيب الاركنج ديستانس دي بحسبها ازاي؟ زي ما قلنا بتمشي من اول الطبقه دي كده وتيجي ماشي كده 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 نازل 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 لحد ما توصل لطبقه الكوندكتنج اللي هنا. فهي عباره عن الديسك سبيسنج اللي هي المسافه دي، ادي ديسك سبيسنج واحد زائد ديسك سبيسنج اتنين كده ديسك سبيسنج زائد مين؟ لو نزلت كده لحد هنا ادي جزء من الاركنج ديستانس، ولو كملت من النقطه دي لحد تحت هيبقى بيت الاركنج ديستانس. يبقى انا ادي جزء، ادي المسافه دي زائد المسافه دي هيكون لي اركنج ديستانس بتاع ديسك زائد اتنين ديسك سبيسنج. هي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه اللي هو الاركنج ديستانس بتاع وان ديسك زائد ان ناقص واحد في الاس، الاس ده اللي هو ديسك سبيسنج. فانا عندي ثلاثه فهاخد اتنين ديسك سبيسنج، يبقى 3 ناقص 1 اللي هما 2 ديسك سبيسنج زائد ايه؟ 1 اركنج ديستانس. دي كده بتمثل لي مين؟ بتمثل لي التوتال اركنج ديستانس. طب انا عاوز التوتال اركنج ديستانس كام؟
1200 مللي. الديسك الاركنج الاركنج ديسك ديستانس بتاع ديسك واحد بتساوي كام؟ 190 مللي. ان ناقص واحد ان دي ده اللي انا عاوز اجيبه، نمبر اوف ديسكس ناقص واحد في الديسك سبيسنج اللي هي 140 مللي، فيطلع لي على الديسكس بكام؟ 7.91، فهاخد الرقم الكبير يبقى 8 ديسكس ايه؟ ريكوايرد. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاركنج ديستانس. طيب هو بيقول لك الطبق ده احنا عاوزينه في اريا في ميديم بوليوشن سيفيريتي. رجعت للتيبل اللي فات ميديم بوليوشن سيفيريتي، يعني انا عاوز الايه؟ السبيسيفيك كريبج ديستانس لازم تكون كام؟ 20 ملم لكل كيلو فولت. طيب يبقى 20 ملم لكل كيلو فولت، ضربت ال 20 دي في الجهد بتاعي اللي هو في 145 اللي هو الماكسيموم ار ام اس لاين تو لاين فولتج، يبقى انا عاوز التوتال كريبج ديستانس كام؟ 2900 ملي. دي التوتال كريبج ديستانس. لو قسمت التوتال كريبج ديستانس على الكريبج ديستانس بتاعت واحد ديسك بس 2900 دي على واحد بتاعت واحد ديسك، الكريبج ديستانس بتاعت واحد ديسك 295. طبعا الكريبج ديستانس بناخدها كده زائد ده كده زائد ده كده، فبجمع الكريبج ديستانس العدد بتاعهم في الايه؟ في الكريبج ديستانس بتاع الديسك فيهم. انا لو عاوز اجيب عدد ال n فهقسم 2900 مللي على الكريبج ديستانس بتاعت واحد ديسك، هيديني كام؟ 9.8، انا محتاج مين؟ 10 ديسك. يبقى عشان احقق الاركنج ديستانس محتاج 8 ديسك، وعشان احقق الكريبج ديستانس محتاج 10 ديسك، فبالتالي يبقى انا كده اخد كام ديسك؟ يبقى انا كده لازم اجيب الانسيتر بتاعي كام؟ 10 ديسك. خلاص يبقى انا كده محتاج 10 ايه؟ 10 ديسك. خلاص نبتدي بقى نخش في الجزء بعد كده اللي هو البروفايل كونسيدريشن. نتكلم بقى على البروفايل رقم 4 بالنسبه للبوليوشن فلاش اوفر بروسيس. نتكلم على البروفايل كونسيدريشن. البروفايل كونسيدريشن زي ما احنا شايفين بيتكلم على الفيزيكال كونستراكشن بتاع العزل ده. شكل مثلا ديسك مثلا اندر سايد من تحت، ففي حاجه انا بنسميها اسمها ريبس، اللي هي ريبس الجزء اللي هو معمول هنا ده بنسميه اسمه ريبس. وطبعا لو انت في منطقه بيتكون فيها بوليوشن، البوليوشن ده بيتكون باستمرار تمام مع الوقت، فبالتالي ما يفضلش انك انت تستخدم شكل الريبس اللي تحت ده كده في ريبس كده، يبقى يفضل ان الشكل ده يكون سموز، عشان حتى لو نزلت مطره او لو انت عاوز تغسل العزل بالتالي يمكن غزل العزل بايه؟ بسهوله في الحاله ديت تمام. فعندنا كذا شكل لمين؟ كذا شكل للبروفايل كونسيدريشن للشد يعني. فعندنا حاجه بنسميها اسمها البلين شيد، ده الشكل الطبيعي او النورمال سموز. عندنا حاجه اسمها الالترنيتنج شيد، واحد كبير واحد صغير. وعندنا حاجه اسمها اللي هي الريب شيد اللي فيها اللي شكل الريب دي كده من الاندر ايه اندر سايد زي ما احنا شايفين كده. الاس ده المسافه السبيسنج ما بين نفس النقطتين، بين شيد نفس النقطتين تمام. ال اس ده بيمثل لي لو ده ال اس، ال اس ده بيمثل لي كيربج ديستنس للسبيسنج اس، يعني انا بصيت من هنا كده على سطح العزل لحد ما اوصل النقطه دي نفس النقطه هنا كده بنسميها ال اس، وده بنسميه السبيسنج ما بين نفس النقطتين. السي اللي هو الكبير انا دي المسافه من الاوتر ريب هنا كده لو نزلت عمودي كده على الشد اللي بعديه على طول، دي بنسميها اسمها الكليرنس تمام. وانا مشيت من النقطه ديت للنقطه دي كده بنسميها اسمها ال سيجما، الكريبج ديستانس المقابله للكليرنس. الزاويه دي بنسميها الفا او الزاويه دي بنسميها بيتا، ده بنسميه البروجكشن شيد تمام. انا طبعا عندي بي واحد وبي اتنين عشان عندي اتنين شيد تمام، وعندي كذا سيجما هنا وكذا كليرنس. دي السي ده اللي هو في الاوتر، الاوتر ريب عمودي على الشيد اللي بعديه وهكذا، اللي من جوه دي بنسميها سيجما واحد وهكذا. المسافات دي يعني ايه؟ ده شكل الايه؟ ده شكل البلين شيد والالترنيتنج شيد والريبت شيد. انت بس تعرف الايه؟ مش عاوزك تعرف المسميات دي، بس انا عاوزك تعرف شكل ايه. لو قلت لك ارسم شكل الشد تعرف ترسم شكل كروك كده لمين؟ الشد نفسه تمام. طبعا وانت بتعمل ديزاين طبعا ده تعريف الحاجات اللي احنا قلنا عليها. في حاجه بنسميها اسمها الكريبج فاكتور اللي هو بنسميه التوتال كريبج ديستانس مقسوم على الاركنج ديستانس، ده بنسميه الكريبج فاكتور. في حاجه اسمها البروفايل فاكتور، ده بيساوي اللي هو الاتنين بي اللي هو البروجيكشن شد زائد الاس ده السبيسنج على ال ال اس اللي هو الكريبج ديستانس المقابله للاس، او في حاله اللي هو النوع التاني من الشد اللي هو الالترنيتنج شد ده هتساوي 2 بي 1 زائد 2 بي 2 زائد اس على ال اس تمام.
في الديزاين بتاعك لازم تاخد في اعتبارك الكلام ده. فالسي عادة بتكون 30 مللي أو 20 مللي لو البيل بروجكشن شيد بتاعك أقل من 40 أو الأركنج ديستانس أقل من 550 مللي. الإس على البي اللي هو السبيسنج على البروجكشن شيد لازم يكون من 6.5 للبيلين ومن 8 للريبت. ال سيجما على السيجما لازم تكون متساوي 5 بواحد ناقص بي 2 في حالة اللي هو الأرتنج شيد 15 مللي. زاويه الفا او زاويه البيتا لازم تكون اكبر من 5 واكبر من 2. الفوق الكليبج فاكتور ده لازم يكون 3.5 لللايت او الميديم البوليوشن اريا كلاس، يعني كلاس لايت او الميديم. في حالة الهيفي او الفيري هيفي لازم تكون 4، وكذلك اللي هو الايه البروفايل فاكتور ده 0.8 في حالة اللايت او الميديم، و0.7 في حالة الهيفي او الايه او الفيري هيفي. طبعا متفصل الارقام ديت، دي الديزاين المفروض ناخدها في الاعتبار بتاعتنا واحنا بنعمل ديزاين لمين، ديزاين كونسيدريشن، واحنا بنختار مين، واحنا بنختار العزل بتاعنا. تمام خلاص، يبقى احنا كده خلصنا مين البلوشن فلاش هو البروسيس. تمام هنخش بقى على الاذر الكتريكال كونسيدريشن. عندي 9 حاجات هنتكلم النهارده على 5 منهم. اول حاجه هنتكلم على ريسك اوف بانكتشر. طبعا اتكلمنا قبل كده على البانكتشر ديستانس، وقلنا دي المسافه اللي هي هيحصل بريك داون خلال الفوليوم جوه العزل نفسه بخلاف الاركنج ديستانس والكريبج ديستانس اتكلمنا عليها قبل كده. وكنا قسمنا الماتيريالز نوعين، نوع كلاس اي ونوع كلاس بي. كلاس اي ده قلنا ان هو البانكتشر ديستانس بتبقى اكبر من نص الاركنج ديستانس، وكلاس بي ده بيكون البانكتشر ديستانس تكون اقل من نص مين الاركنج ديستانس، وبالتالي تكون معرضه ان يحصل لها بانكتشر اكتر من مين من كلاس اي. فبالتالي الماتيريال اللي هي كلاس بي ديت ممكن يحصل لها بنكشر بريك داون نتيجه مين؟ نتيجه اللايتنج. عشان كده بيقول لك الاماكن اللي هي لو انت هتستخدم كلاس بي انسليتورز لازم المينيمم بنكشر ار ام اس فولتج لازم يكون بالفاليو دي، ده اقل من الاي سي. فانت لو عندك الكود بتاعك السيستم بتاعك اللي هو 6.6 اللي هو الماكسيمم بتاعه يبقى 7.2 زي ما قلنا، وده ال 11 يبقى 12، 22 ب 24، 33 ب 36، وهكذا ال 72.5 ده اللي هو 66 نورمال. فلازم أن تكون البانكتشر وذ ستاند فولتج ار ام اس فاليو 80 95 بالفاليو دي، دي ريكومندد فاليو لو انت هتستخدم كلاس بي انسليتورز، لان كلاس بي انسليتورز بيبقى معرض للبانكتشر اكتر من مين؟ من كلاس ايه، لان زي ما قلنا البانكتشر ديستانس بتكون اقل من مين؟ من نص الاركنج ديستانس. خلاص بالنسبه للكورونا، طبعا الكورونا ممكن تحصل على سطح عند نقطه زي ما قلنا النقطه الالكتريك فيلد فيها نون يونيفورم، يعني ممكن تحصل عند الاند فيتنج. تمام عند نقطه ربط الاند فيتنج او عند التاور عند نقطه الايه ربط العزل بالجسم التاور النقطه دي، فممكن يحصل عليها كورونا. طبعا الكورونا لما بيحصل كورونا بيحصل الترا فايلت راديشن وبيبقى فيه اوزون وبيبقى فيه اسيدز لو في ميوتشر ولا حاجه، فبالتالي ده بيأثر على مين؟ بيعمل ديتريليشن للعزل بتاعك، وبيأثر على مين؟ على العزل، خصوصا لو العزل ده ايه بوليميريك ماتيريال زي السيليكون رابر يعني. تمام فبالتالي لازم يكون الكورونا اكستنكشن فولتج يكون اكبر من مين؟ من السيستم هايس فولتج. يعني مثلا لو بتكلم على سيستم 11 هايس فولتج 12 لازم يكون الكورونا اكستنكشن فولتج اكبر من 12. ايه كورونا اكستنكشن فولتج؟ معناها ايه؟ معناها بقول لك دلوقتي لو انا دلوقتي حصل كورونا عند جهد معين وليكن 15 وابتديت انزل بالجهد ده، طبعا لما انزل بالجهد الكورونا هيبتدي يحصل لها ان هي ما تبقاش موجوده. فلو نزلت مثلا من جهد 15 لحد الجهد مثلا 13 وعنده جهد 13 الكورونا خلاص ما عادتش موجوده، فبنسمي ال 13 كيلو دي هي اسمها كورونا اكستنكشن فولتج، الفولتج اللي بيحصل عنده اكستنكشن للكورونا. في حاجه بنسميها اسمها كورونا انسبشن فولتج. كورونا انسبشن فولتج معناها ان الجهد اللي بيبتدي يحصل عندي كورونا، نسميه انسبشن يعني بدا يحصل كورونا. اكستنكشن معناه ان مفيش كورونا، ده الجهد اللي انا لو وصلت له او نزلت لحد عنده الكورونا بتاعتي هتبتدي ايه تختفي. فلازم يكون الكورونا اكستنكشن فولتج تكون اعلى من مين؟ طبيعي لازم تكون اعلى من ماكسيمم سيستم فولتج. يعني لو 11 يبقى اليو ام بتاعك 12، فلازم الكورونا اكستنكشن فولتج تكون اعلى من مين؟ اعلى من 12. تمام هذه تعريف الكورونا اكستنكشن فولتج. عادة بنستخدم الموضوع ده، عشان الموضوع ده بنستخدم الكورونا رينج عادة في الجهود اللي هي أكبر من 200 كيلو فولت، ولو برضه ممكن نستخدمه عند أقل من 200 كيلو فولت. ده بيعتمد على مين؟ على الكاب ديزاين والسترنج انسليتور، يعني السترنج هاردوير، يعني بيعتمد على شكل الديزاين بتاع مين؟ بتاع الانسليتورز بتاعك. تمام بس عادة احنا بنستخدمها عند جهد أكبر من كام؟ من 200 كيلو فولت، بنستخدم الكورونا رينج يعني. طيب
طبعا لما بيحصل، لو حصل فلاش اوفر وحصل ارك على سطح العزل بتاعك ده، ممكن يعمل طبعا هيبقى في درجة حرارة عالية، ممكن يعمل ميكانيكال فيلير للعزل. فعادة ممكن نستخدم حاجة بنسميها اسمها الايه، الاركنج هورن، عندي فيتنج كده ومن الناحية دي ومن الناحية دي، نستخدم اركنج هورن بحيث ان يحصل لنا الايه، لو حصل اركنج يحصل ما بين النقطتين دول، النقطتين دول يعتبروا قريبين من النقطتين بتوع السطح الايه، بتوع سطح العزل، فيحصل هنا الارك، فبالتالي يحصل بعيد عن مين، عن سطح العزل، وبالتالي العزل بتاعي ابعده ان هو ممكن يحصل له ايه، ميكانيكال فيلير. تمام. طبعا بنوصل هنا الاند فيتنج دي عاده بتبقى الامونيوم هنا، فدايما بنوصل الاركنج هورن، ما بنوصلهاش بالاند فيتنج، لان الطيار كده الاركنج كرنت ده يمشي في الاند فيتنج، يعني يمشي في جزء من العزل، فبالتالي بوصلها بعد الاند فيتنج من ناحيتين، الاند فيتنج من هنا والاند فيتنج من هنا، وصلها بعديها بحيث ان الطيار ما يمشيش في مين، في الاند فيتنج اللي هي الالومنيوم، بحيث ان هو ايه، ابعده الطيار ده بعيد خالص عن العزل عشان ما يحصلش ايه، درجة حرارة تزيد بتاعة الاند فيتنج او بتاعة العزل نفسه، وبالتالي ممكن يحصل ايه، ميكانيكال فيليرز. تمام. بنتكلم على السنو والايس فلاش اوفر. طبعا انت عندك في الاماكن اللي بينزل فيها جليد كتير او تلج كتير، بالتالي زي ما شايفين عندنا كده في السطح التلج اتكون على العزل بتاعي، فلازم اخد في اعتبار الكلام، اخد الكلام ده في الاعتبار في الديزاين في بتاع الانسوليتورز، لو انا المنطقه بتاعتي فيها ايه، سنو او ايس، ممكن يحصل فيها جليد او تلج كتير، يعني سقوط الجليد او التلج كتير يعني. تمام. فمشكلتي كلها ان هو ممكن اتجنب ان هو لو في عندي شد هنا كده يبتدي الجليد ده يتكون على الشد كلها، يحصل حاجه اسمها انتر شد بريدجنج، كان الشد دي طبقه من طبقات الشد اللي موجوده، انا عندي كذا طبقه شد، وبخسر طبقه ورا طبقه ورا طبقه من الشد ديت، فبالتالي التوتال كريبج ديستانس على السطح بتاعتي تبتدي ايه، تبتدي تقل، لان في جزء حصل له بريدجنج او حصل انت بريدجنج الانتر شد واصبحت موصله، فالتوتال كريبج ديستانس بتاعتي تبتدي تقل، تبتدي يحصل ايه، تبتدي يحصل عمليه الفلاش اوفر. عاده بيقول لك يعني في الاماكن اللي بيحصل فيها ايس وسنو بيكون الفلاش اوفر لو يحصل مثلا عند جهد 70 في اللايت بوليوشن كونديشن، في حاله التلوث الخفيف يعني، لو حصل مثلا عند 70 كيلو النسبه دي بتقل بنسبه 25 ل 35% لو المنطقه بتاعتي دي فيها ايه، فيها جليد او ايس، فبالتالي في الحاله ديت بضطر ان انا لازم اكبر الانسوليتر الكبير جدا، عشان لو حصل لا قدر الله ان جزء من العزل ده شد حصل له بريدجنج او حصل له كونداكتنج يعني، ما يحصلش ايه، فلاش اوفر. الاماكن دي بضطر ان انا اكبر فيها الايه، الكريبج ديستانس بشكل كبير، المناطق اللي هي المعرضه لسقوط السنو والايس. تمام. طبعا ممكن يحصل رابيد كونداكتيف فوق فلاش اوفر، يعني ممكن يحصل ايه، فلاش اوفر عمليه سريعه جدا، يعني ممكن السطح بتاعي يكون الكونداكتور بتاعي او العزل بتاعي يكون السطح بتاعه كلين، وفجاه يحصل عليه بوليوشن في وقت قصير جدا، وابتدي يحصل فلاش اوفر وينتهي الفلاش اوفر. بس الموضوع ده بيتم كتير بقى. ده بيحصل فين الكلام ده؟ بيحصل في الاماكن اللي هي معرضه مثلا للكيميكال بلانت، اللي هي الاماكن المعرضه من الحاجات اللي بتطلع مواد كيميائيه، والمواد الكيميائيه دي بتترسب على السطح بسرعه، فبتدي تعمل لي مسار سريع جدا، مسار موصل بسرعه، فبالتالي يبتدي يحصل فلاش اوفر، يبتدي يحصل دراي كيف، يرجع العزل تاني لطبيعته، وبعد كده يرجع الكيميكال بلانت تعمل نفس الكلام، تعمل طبقه كوندكتنج تاني على سطح العزل، يبتدي يحصل الفلاش اوفر وهكذا. تمام. فالاماكن ديت يفضل ان انا استخدم فيها اللي هي البوليميريك ماتيريالز، او اللي هو زي السيليكون رابر يعني، ما استخدمش فيها السيراميك والجلاس، لان الفايبر عاده بيبقى زي ما قلنا هيدروفوبيك ماتيريال سيرفيس، فبالتالي بيخاف من الميه، فبالتالي الميه بتتكون على شكل دروبلتس، فتكون الطبقه اللي هي الكوندكتنج ديت على السطح بيبقى صعب، فبالتالي امكانيه الفلاش اوفر او الحدوث الفلاش اوفر بدل ما بيحصل مثلا مره في اليوم او بيحصل مرتين مثلا، هيحصل مثلا مره كل يومين وهكذا، فبالتالي بحافظ على عمر مين، على عمر الانسيتورز بتاعي. تمام. ده بالنسبه للنقطه رقم 5 اللي هو الانستنتينيوس او الرابيد كوندكتيف فوق فلاش اوفر، يعني نتيجه تكون الضبابه ونتيجه ان انا قريب من مناطق ساحليه او قريب من كيميكال بلانت. نكمل بقى الاذر الكتريكال كونسيدريشن المره الجايه، الاربعه الباقيين.